السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة كبسولة الخميرة أم 2 جنيه وريال اللي هتزود وزنك وتقوي أعصابك وتزيد نظام الميكروبيوم داخل أمعائك. لكن قبل ما ابتدي، دلوقتي حضرتك بتخش الحلقة بتذكر الله وبتصلي على رسول الله، وفي نهاية الحلقة بتذكر الله وبتصلي على رسول الله، أيضا بتاخد معلومة طبية دوائية. يبقى إذن لابد نكونوا إيجابيين مع بعض. لايك شير وكومنت، لازم حضرتك تكتب لي تعليق تحت: بحبك يا أفوز، I love you، I love you جوتام. لو حضرتك ما بتحبنيش اعمل ديسلايك واكتب لي ما بحبكش، ما فيش أي مشكلة. لازم نكون متجاوبين مع بعضينا كده. الحياة هات وخد، يعني لايك وشير مش هتزعلك، لكن هتوصل الفيديو للناس كلها وهتساعدني إن أنا أوصل. مهرجانات وقرف كل يوم. المهم الإيست كبسول، طبعاً حاليا سوق الدواء المصري يفتقر تماما الى اقراص الخميره، وناس كتير جدا طلبت مني اقراص خميره، لاعبي كمال الاجسام والرياضيين بكافه انواع الرياضات، ايضا الناس اللي ماشيه على علاج النحافه عايزه تزود وزنها. خلي بالكوا الخميره لو اتاخدت قبل الاكل هتسد النفس، هتسد الشهيه، فهتقلل من كميه الاكل، هتساهم في التخسيس كده. طب لو انا بقى اكلت الاكل بتاعي وبعد كده خدت كبسولات الخميره، يبقى كده هتزود الوزن. يبقى الناس اللي هتعمل علاج للنحافه لازم تاخد كبسولات الخميره بعد الاكل، بعد الاكل، ما تاخدوش قبل الاكل. طبعا الخميره منجم فيتامين ب المركب، منجم للاحماض الامينيه، والاحماض الامينيه هي اللبنه الرئيسيه للبروتينات. ايضا تحتوي على مجموعه من المعادن، بتقوي الاعصاب، بتزيد الوزن، بتزيد البكتيريا النافعه في الامعاء. بس يلا حلو، المهرجانات يعني المفروض اي موتوسيكل مشغل مهرجانات يوقفوه يحاسبوه. وعليكم السلام. تعال اتفضل 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 يا باشا، دقيقه واحده بس هنقول مع بعض كده، ويبقى الاستفاده برضو عامه، الناس هنا بتسمع وانتوا برضو بتسمعوا. هي دقيقه واحده والله، انا مش هتعطل، مش هعطلهم يعني. طيب فين الكبسوله اهي؟ اي ييست، اي ييست عربيك، اي ييست انتاج شركه تراي ستار. تراي ستار اهو، شركه تراي ستار، صرح مصري وطني عملاق. طب شو ميزة برايس؟ سعر ايه؟ 43 جنيه شريطين، 43 جنيه شريطين، يعني الكبسولة دي ب 2 جنيه وريال، تاخدها مرة واحدة في اليوم بعد الفطار أو بعد الغداء، لأن كتر أخدانها ممكن يعمل لك انتفاخ. أيضاً الكبسولات دي ممكن تعمل حساسية أو هرش أو صداع. لو حدث اي عرض من الاعراض دي لحضرتك، توقف فورا عن تناول كبسولات الخميره اهو. طب ما هو سر التسميه؟ اي ييست، اي لان هي بتحتوي على جنين القمح 400 مللي جرام، اللي بيحتوي على فيتامين ه. تمام، فيتامين ه لازم وضروري للذكوره وللاعصاب، فيتامين اي هام جدا. ييست يعني خميره، يبقى فيتامين اي وييست، اي ييست على بعضيها كده، يبقى اي فيتامين اي اللي هو فيتامين ه، وييست اللي هي خميره. جرعتها كبسوله يوميا. لو حضرتك رياضي او في برنامج علاج نحافه، ممكن تاخد واحده بعد الفطار وواحده بعد الغداء. لو ظهر اعراض الهرش او الحساسيه او الصداع او ارتفاع الضغط، بسرعه تتوقف وترمي العلاج، ما يلزمناش. يبقى احنا كده قلنا المميزات وقلنا العيوب وقلنا السعر.
دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، على امل في اللقاء القريب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.